أجواء العيد يعني ما أنت عارف الحمد لله هذا عيد المسلمين كله أجمعين، والناس بتكون فرحانة والناس بتستنى اليوم هذا بكامل الفرح بعد شهر رمضان بعد إداء الصوم، وإن شاء الله ربنا بتقبل دعائنا وقيامنا وصيامنا وبفرحوا بالعيد إن شاء الله، والأمة الإسلامية ربنا يفرحهم وإن شاء الله كل عام والأمة الإسلامية بخير. والله جايين نشتري أواعي وللعيد وأجواء العيد هيك والله تمام الحمد لله حلو، والناس بتشتري أواعي وبتكسي وكل حاجة صراحة كتير حلوة هيك في غزة، وهيك أجواء غزة هي حلوة في ناسها. بحكي بس إنه المسلمية كل عام وهي بألف خير وإن شاء الله بنعاد علينا وعليكم باليوم والبركات يا رب العالمين. إن شاء الله ربنا بيجعله أيام سعادة أيام فرحة، بكفي العيد اللي فات كانت أجواء حرب كانت أجواء حزن، إن شاء الله العام هذا بكون أحسن للناس كلها يا رب. كل عام هم بألف خير وينعاد علينا وعلى أمة الإسلامية بالخير يا ربي وبالنصر أهم حاجة. والله أجواء العيد حلوة وما شاء الله، يعني صرنا سنتين من عيدش أصلاً والسنة هذه بدهم عوضوها الشباب، يعني تقلقش وضع توب. والله أجواء العيد حلوة جداً وإن شاء الله يكون على الخير على جميع عباده يا رب، وبعدين هذا اليوم آخر يوم عنا في شهر رمضان المبارك، وإن شاء الله يا رب هيك تقبل منا رمضان طاعاته وحسناته يا رب هيك، ويكون علينا شهر الخير والبركة يا رب. رح أشتري أواعي وأجهز العيد يعني. يعني طبعاً في البداية ببرق كل التحية والاحترام لأسران البواسل داخل السجون الإسرائيلية، من ثم إلى المرابطين في الأقصى، وكل احترام لهم على ما بذلوه من صد مسيرة الأعلام اللي حصلت قبل فترة. طبعاً لأهلنا في الشتات اللجوء نقول لهم كل عام أنتم بخير، لقيادتنا لشعبنا في المخيمات في غزة في الضفة في القدس في أراضي 48، طبعاً كل احترام لكم كقناة خبر إن شاء الله. جايين نشوف أجواء العيد ومناسبة أحلى أيام العيد هذه نفتخر بها، ومنها نستغل المنصة تبعتكم نقول للشعب الفلسطيني كل عام وأنت بخير وكل الأمة الإسلامية بخير بمناسبة عيد الفطر السعيد.